هذه الشاشة أمامك الآن كابتن مسفر، تمام؟ بتطلع عليها صورة ومقاطع، نبيك تعلق عليها. جميل. تفضل يا مخرجنا الجميل الرائع الفن. طبعا هذه أحد المبادرات لمجموعة مسار. ما شاء الله. طبعا هذه من أجمل المبادرات اللي قدمتها مجموعة مسار. بما أن احنا الآباء نمارس دائما الرياضة، أبنائنا كذلك لهم حق. نزرع فيهم هذه البذرة. نزرع فيهم في هذه البذرة مثل ما ذكرت، وكذلك احنا الآن يمكن نواجه ثورة كبيرة جدا اللي هي ثورة التكنولوجيا. والأطفال الآن أصبحوا يعني يعيش مع الجوال، يعني يقضي وقت كثير جدا. فإحنا نحاول بقدر ما نستطيع من خلال هذه المبادرة أن نأخذ ونعطيهم حقهم وقتهم هم. إحنا ما تدخلنا فيهم، نقول هذا وقتكم. يعني يمكن أنتم سابقا لما كنا هذا كان نعيش حياتنا الطبيعية، صح؟ نوصل المغرب العشاء الواحد يدور للقمة يبغى ينام وخلاص تعبت. صحيح. لأن العصر يلعب سيكل كورة رياضة كورة، لكن الآن مساكين يعني جالسين أطفال، وبالذات الآن يعني مع الجوالات والوجبات السريعة هذه والتمدن. يعني الآن ولدي وولدك الآن ما في مكان مخصص إنه يلعب فيه براحة وتشرف عليه وكذا، والتغذية غير سليمة عنده. هذا هذه أحد المتابعات في اسمها المجدوية المتألقة تقول ممارسة الرياضة شيء ضروري في حياتنا، خاصة مع عاداتنا الغذائية السيئة. بلا شك، صحيح كلام. ناخذ صورة ثانية تعلق لنا عليها كابتن مسفر. ما شاء الله، هذه كنكم في أحد المبادرات أيضا، ها؟ هذه هي انطلقنا في أحد المبادرات. والله العظيم يعني صراحة الجميع اللي كان شاركني من الكبات الموجودين يقول شعرنا بسعادة عندما شاهدنا الأطفال. طبعا وقفنا هذه تعرفون مع فترة الجائحة وقفناها الأطفال وكذا، وكل يوم يتصل علينا أب أم متى تعيدون لنا هذا. الأطفال يجون أحيانا متى ترجعون، أولادي في البيت نفس أبوي ترى طولنا إحنا ما سوينا دراجة ما طلعنا، بالذات لما يجدون أطفال في أسنانهم وهذا، والحصة التدريبية يعني بغض النظر أن فيها الدراجة نعلمه كيف يركب الدراجة، نعلمه كيف يعرف كيف ينطلق بالدراجة، نعلمه كيف إذا بدأ يركب بسم الله توكلت على الله، وإذا نزلت كيف تقول بسم الله. يعني بالأشياء الجميلة هذه تزرع من خلال هذه الرياضة. زائدا اللي هي يسمونها أدوات السلامة، إحنا نحرص دائما على الخوذة والأشياء اللي تو بدائي، لأن الدراجة دائما يعني في ناس يفكر أن الدراجة لازم يكون هناك للكوع وللركب والمفاصل، هذه يكون لها زي الواقي. الدراج دائما يكون يحاول بقدر ما يستطيع يكون دراج مثل ما شاهدتم دراجة خفيفة، يحاول بقدر ما يستطيع أن تكون الأجزاء اللي عليه خفيفة جدا. لكن اللي يلبس هذه اللي البي ام اكس اللي يلعب رياضة البي ام اكس اللي وقف لقفز الحواجز أو الحركات. طيب الصورة هذه كابتن مسفر، هذه طبعا من أجمل المبادرات مع تصلب الوحي، هذا في اليوم العالمي لتصلب الوحي المتعدد، وكان في شارع التخصصي. طبعا سعادة الشباب كأول مبادرة لهم في هذا البرنامج اللي هم يوسف وفيصل ما شاء الله وبقية الشباب عبد العزيز والشباب، يعني كانت مبادرة جميلة جدا، يعني احتضنتهم واحتضنونا كذلك معهم في هذا الميدان وأسعدونا والله بمشاركتهم. وجه لهم تحية من هذا المنبر والله. نعم، أسعدتوهم وهم يستاهلون، وهذه رسالة ترسل للمستمع. مثل ما أبو كريم اليوم بيسعدنا يقدم لنا غداء جميل، تمام؟ أنا بديت أبتسم من الآن يعني إذا الغداء لا وقدرين. شوف اليوم هو عندنا برادين دلتين قدرين عشان أنت جميلين. سيدي يقولها كل يوم تطبخها، أتحداك إذا أنت ذقتها قبل. نفس الأسبوع اللي بقى عليك. في مبادرة عجبتني صراحة، استوقفتني في بعض في دولة خارجية المترو، يعني تذاكر المترو دائما تكون رمزيه، اسعارها رمزيه. اذا سويت يعني في عندهم انك تاقف لهم طريقه رياضه معينه، اذا سويتها اكثر يعني العدد معين تحصل على التيكت حق المترو مجاني. يعني هذه والله نعجبتني. ليش؟ نشر ثقافه، نشر. ولكن عندنا احنا بس يعني في بعض الناس عنده اطار العيب، صحيح، في الخجل. بالعكس، الخجل انك جالس وانك جسمك صعب وبكره طال عمرك ما حتى ما تستمتع مع عيالك او هناك. لا، ولا تنسى انك انت اذا جلست فانت سلمت نفسك الى المرض. نعم. اليوم او بكره مع الاكل، بالذات اكلنا الان يعني مو زي اول. احنا اول كنا نتحرك نروح نجي، الان يا الان تغيرت الامور. طيب كابتن مسفر، الصوره هذه طبعا هذه مع الدكتور عبد الله الفوزان في مركز الحوار، مركز الملك عبد العزيز الحر الوطني. ما شاء الله.
طبعا كانت رسالة شكر للمجموعة ومشاركتها لدرجة تصلب الوحي وإلقاء الضوء على المجموعة وعلى نشاطها والأعمال التطوعية اللي تقوم فيها. ما شاء الله، ما شاء الله يعطيكم العافية. والله مجموعتكم ما شاء الله مبادرة. الله مشرف. تعقيباً على كلام يزيد إنه المتر ممكن تحصل عليها فيه في أحد المطارات سفر، يعني بما أني أنا سافر كثير. جميل ما شاء الله. مسعيد بيروح معي مرة. إن شاء الله بس دق عليه. دق عليه قبلها. عشان أعلمكم شلون تسافرون لازم تسافرون. بإذن الله. فأحد المطارات كان إذا بتشحن جوالك فيه زي البايسيكل سيكل لكن مولد طاقة، تشبك جوالك بكيفك لكن قد ما تتحرك قد ما تشحن. شكل سيد ما بيشحن جوال. ما يقعد الجوال طافي والله. ناخذ تعليق على الصورة هذه كابتن مسفر. طبعا هذه كانت المشاركة مع السفير الهندي ومع رئيس الاتحاد الأستاذ صباح الكريديس. طبعا كانت مشاركة في اليوم العالمي للدراجة، تعتبر أول مشاركة للمجموعة في اليوم العالمي مع السفير الهندي. طبعا شاركنا السفير الهندي وشاركونا جزء كبير جدا من السفارة الهندية، وكانت مبادرة جميلة جدا الحمد لله. يا أخي المجتمع السعودي دائما إذا انتشرت فيه ثقافة معينة أو رياضة معينة تكون مثلا زي رياضة الدراجات، إلقاء الضوء عليها يعني من حديث، يعني موضوع جديد، ولكن دائما تلقاهم على طول يبدعون يصلون القمة بلا شك بدون يعني فترة وجيزة، يعني على إيلاء الشعب للاهتمام أيضا، مثل إيلاء الدولة للاهتمام في الرياضيات. هذه في الرياضيات، في الرياضيات ما شاء الله. فنجان الرياضيات احنا قاعدين نتكلم والله كابتن مسفر فلا تشرح علينا. لا لا ابدا انت شمت ببعض وربي يبلانا من كثر ما سولف بدا يلخبط في الحروف زمان انا ما اشرح. شكرا لك طال عمرك. الدولة تولي اهتمام ايضا للرياضة. جميل، كلمنا عن الصورة هذه، معكم رجال امن يعني. طبعا هذه رسالة من الدراجين على مستوى المملكة، طبعا هذه كانت في محافظة النماص، نظموها الشباب هناك وكنا من ضمن المجموعات اللي شاركت في هذه المبادرة، وهو شكر وعرفان لجنود الوطن البواسل ذاك الحين على الحد الجنوبي. والله أرفع العقال لهم تحية واحترام، يستاهلون. فكانت هذه رسالة أن نحن حتى وإن كنا نمارس رياضتنا لكن نحن نشعر بهم ونشكرهم حقيقة، أن هم عيننا الساهرة ونحن ننام في أمن بعد الله سبحانه وتعالى ثم بعد جهودهم. فهذه كانت رسالة بسيطة جدا يعني قدمناها. تعبر عن مشاعر. نعبر عن مشاعر. فالجهات الأمنية متعاونة معكم في أي مبادرة تقومون فيها، تسهل لكم الطرق، تخلي لكم الطرق، تحافظ على بلا شك. الجهات الرسمية دائما معنا في المبادرات، دائما هي دائما تكون في الطليعة، في الطليعة دائما، وتقدم دائما معنا رسائل جميلة جدا. أبو عبد الله سمي حبيبي، عندكم واحد هنا يمكن ينضم معكم. أبرك أمير أميرة سعود تقول أشكركم والله أبوي بدأ يفكر بالموضوع وأحس كلامكم أثر فيه. أبركها من ساعة والله، بالعكس. طبعا الدراجة إذا والدها كبير في السن الدراجة ما لها عمر معين، الجميع يستطيع يمارس الرياضة. طيب هذا مدعاة للسؤال.